انت الحاج والله. ايوه الكهرباء قطعت؟ لا يا علي قال لك قاعدين يقطعوا الكهرباء طوالي كده. كويس ان انا في البحر يا معلم. اي والله بلاش قله ادب يا اخي، اقعد في السخانه دي في البيت يا اخي. ليه عامل ليه عامله؟ ما بتقعد فيها والله، لا دكان لا بيت، يوم مكيف.